إذن مستمرين يعني نقاشنا حول موضوع الاغتصاب من ناحية المغتصب والمتعرض للاغتصاب أو المتعرض للتحرش. بينضم لنا بالإضافة إلى الدكتور ظاهر والدكتورة عزار مستشارة جمعية حماية الأستاذة باسمة رماني بلوطة، أهلا وسهلا فيك، والمخرجة المسرحية وأستاذة المسرح بالجامعة اللبنانية الأمريكية الأستاذة لينا خوري، أهلا وسهلا فيك. لينا خوري موجودة معنا بمناسبة بدء عروض المسرحية الفصلية للجامعة واللي بتقارب موضوع التحرش بالأطفال أو التحرش بشكل عام الجنسي. العرض خلال أمتى رح يبلش؟ الأسبوع الجاي. وحسيته كتير موضوع دقيق ليتقدم بالجامعة، يعني عادة أنا خريج إليو بعرف نوعية المواضيع اللي بيختاروها. هل كان صعب إنكم تختاروا هيدي المسرحية بالنسبة للإدارة؟ ما كتير بيتدخلوا، عندهم ثقة فينا من كيف نختار، لأنه دايما الهدف الأول هو أكاديمي، ففي دراسة على النص للكاتب، النص للنوع العمل المسرحي بالإضافة لنوعية الشغل. بس أنا بيكون عندي وعي للاختيار، لأنه بحب أكيد الهدف الأول أكاديمي، بس بحب أطرح مواضيع بتحركش بالناس وتخلينا نحكي نعالج قصص لازم تتعالج. بس الحلو أنه النص كتير ذكي وكتير في مبطن وفي عوامل كتير وفي ليفلز ورا ليفلز، فحلو كيف معجينه. أنت هلأ بخضم التمارين وأنت بخضم الاحتكاك مع الطلاب ومع كل العاملين بالمسرحية حول موضوع التحرش وبكل حساسيته، شو الاستنتاجات اللي ممكن تشاركينا فيها اليوم؟ هلأ بدي أقول أنه الموضوع المسرحي الأساسي مش التحرش، في يعني في كذا موضوع من بيناتها يلي كتير مهم هو التحرش وأبعاده، لأنه ما في أسود وأبيض بالحياة، يعني في أنواع من التحرش وفي اغتصاب بتوصل للآخر وفي عوامل كتير مختلفة بتأدي لهذا الشيء اللي ينعمل وحتى لحدا يتقبله أو يحكي عنه أو ما يتقبله. فالذكى والحلو بالنص أنه عم بتضوي لك على هول العوامل، وبالنهاية هي كيف بدك تكفي حياتك وتمشي لقدام. نعم. والعبرة الأساسية بتقول بولا فوغ الكاتبة المسرحية أنه it's about the gifts that we get from people who hurt us the most، يعني الهدايا اللي بتجينا من الناس اللي أكثر شيء بيسيئوا لألنا. أيوة، فالمسامحة هي العبرة الأساسية. حلو. على سيرة المسامحة، كنا عم نناقش موضوع يعني ما يعرف اليوم بمغتصب الجبل. طبعا كان عندنا مقاربتين ونظرتين لهذه الشخصية، انت كيف بتنظري لهالشخصية؟ هلا اكيد انا ما يعني ما فيك تقول انه عادي انه مغتصب، يعني تعدى على حق حدا تاني بغير ارادته، كان مين ما كان تعدى على حق حدا تاني، هذا بالنسبه لي انسان مش غلط، عم بيعمل غلط وشي مش منيح. بس ما فيني احكم بدون ما اعرف يعني شو، ما في كذا نوع وفي كذا مثل ما كانت عم تحكي الدكتور، يعني عامه ان جنرال نحن مندين هذا الشيء اكيد، بس في انواع وانواع من الناس ومجتمعنا مريض. الحلو انه لازم نعرف نقدر نحكي فيه لنعرف نحله. نعم استاذ باسمه، ممكن انت نظرتك مختلفة خاصة انه انت بتجي من محل حماية وخاصة الاطفال، كيف بتنظري لقضية من هالنوع ولشخصية من هالنوع؟ لشخصية من هالنوع بالدرجة الأولى انه هو بطبيعة الحال، يعني ما فينا نطلع من الإطار العام لإلها، انه هو متحرش أو مغتصب، هو معتدي على آخرين، ولكن نحن بنرجع لظروفه، يعني طفولته كيف كانت؟ هل هو تم التحرش فيه وهو صغير؟ تمت معالجته؟ ظروفه الاجتماعية، البيئة، الأسرة اللي ربي فيها؟ هو ما إجا هيك، يعني الإنسان ما بيخلق شيء معروف انه هو يا عنده بذرة الخير او هو انسان خير او هو انسان شرير، لا، ولكن هناك عوامل مساعدة يا انه بتنمي هالشخصية اللي بتشجع على سلوكيات انحرافية. نعم. والاعتداء على الآخرين، أو أنه سلوكيات بحسنة حسب الظروف المساعدة. نعم. نحن بنرجع لظروف تربيته، أسرته، بيئته، كيف نشأ هالإنسان. نعم. إذا بدنا ناخذ الموضوع، نعم، إذا بدنا ناخذ يعني الموضوع إلى الجانب الآخر، جانب حماية خاصة الأطفال من التحرش، أنتم كجمعية، جمعية حماية، شو بنعرف اليوم على أكيد عن التحرش في لبنان؟ فينا نقول انه الاطفال
الذين يتم التحرش فيهم صاروا عم يحكوا أكثر، صاروا عم يتجرؤوا يطلعوا يقولوا إنه نحن تم التحرش فينا، يمكن يقولوا لأهلهم، يمكن يقولوا للأستاذ بالمدرسة، يمكن يقولوا لحدا من رفقاتهم. صار الموضوع عم تشجع الأولاد وإنهم يحكوا، وهذا الشيء جاي بسبب التوعية بسبب التوعية، بسبب الوعي عند الأهل. لما يكون في عندك أسرة حاضنة بتستمع لابنها، بتهتم بكيفية شؤونه وبتعلمه من هو صغير إنه يوثق بحاله وينمي شخصيته. بالأرقام والإحصاءات الرسمية شو عنا أرقام؟ هلا ما في أرقام بصراحة دقيقة وإحصاءات رسمية دقيقة بتبين حجم عدد الأطفال أو عدد الأطفال اللي عم يتعرضوا لتحرش جنسي بلبنان، ولكن آخر إحصائية صارت سنة 2007 يمكن، قالوا إنه واحد من أصل 7 أطفال أو 3 من أصل 7 أطفال، كان العدد كبير، ولكن بتعرضوا للتحرش اللفظي أو العنف اللفظي، كل أنواع التحرش. ولكن بهالايام التحرش الجنسي للاسف بكافه انواعه زاد، لانه زاد عامل جديد هو عامل الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي اللي ما في عليها رقابه. رقابه الاهل قليله، رقابه الدوله ما بعرف قديش ممكن تكون عم تراقب، وكمان اجراءات المحاسبه والعقاب للمتحرشين ما عم تكون بالمستوى المطلوب او المستوى اللي بنتامل انه يكون موجود فيه. دكتوره عزار، بالنسبه ل يعني المتحرشين، هن شو اهم شيء يعملوه وخاصه بموضوع الاطفال، واهلهم كيف ممكن يلاحظوا انه في شيء غريب؟ هلا في شيء لازم يمكن نفرقه شوي، يعني هون عم نحكي نتفي بالتحرش البيدوفيلي، يعني عم التحرش لدى الاطفال هو شوي بيفرق عن التحرش او الاغتصاب يلي ادولت، يعني مثل ما شفت هون يمكن بيغتصب نسوان بس ما بيغتصب اولاد، عرفت؟ يعني شوي عنا اثنين شغلتين شوي ما قالون عليها ببعض، بس ديفيرنت شوي ولازم نفرقهم عن بعض. بجميع الاحوال هلا مثل ما حضرتها قالت انه يلي اذا في تحرش بالولاد اكيد بيقولوا يلي هو صار فيكتيم، يعني يلي هو تحشر وفي وقتها بيكون صغير هو بيصير متحرش بعدين، بيصير دوفيان اغريسور، بس با نيسيسيرمون، مش ضروري يصير هيك ابدا. بالعكس، في ناس بيطلعوا اهالي كثير منيح بخافوا اكثر على اولادهم اتسيترا. دونك هي مزبوط، اهم شيء هي الوعي بالنسبه للاطفال، الوعي ونعلمهم كيف يحكوا، هلا كيف يعبروا اذا صار اي شيء معهم بدون ما لانه يبدو هذا الموضوع ولا باي بلد ولا باي مجتمع ممكن، ما له حل يعني ممكن حله جذريا انه يبطل موجود، بس بصير انه اهم شيء الوعي. غير الوعي كمان في هو ليش المشكله انه الاحساس بالذنب، يعني حتى الفيكتيم الضحيه هي بتحس بالذنب، ان كان سواء كان مثلا امراه يلي هي كانت ضحيه بتحس بالذنب انه انا كيف خليته او ليه حطيت حالي بهالموقع او بهالظرف، والولد اكيد لانه بحس حاله كمان كالكبار هو غلطان، هيدا كمان بصير عنده صعوبه اكثر يروح يقول شو صار معه. بما انه عم نحكي عن الصمت، لينا انت شو تفسيرك انه بين 50 امراه تعرضوا للاغتصاب بهيدي الحاله اللي عم نحكي عنها، 20 فقط تقدموا بشكوى، يعني 30 امراه سكتوا، وثلاثه بس راحوا ليجيبوا اغراضهم اللي انسرقوا؟ يعني للاسف لانه مجتمعنا الصمت يعني ما بدي اقول الكلمه لانه ما يعني مجتمع ذكوري رجعي، بخاف على العرض وعصيت وبحاسب الفيكتيم والضحيه وبحاسب المره، ويعني انا واجهت كثير قصص هيك وقتها، يعني من مسرحيه الاولانيه حكي نسوان كمان حكيت عن هذا الموضوع، وقاموا العالم لقيامه، وانا الريسيرش اللي عملته يعني 3 من 4 من النسوان قاطعين بتحرش جنسي، وخصوصا بجيلي بايام الحرب، وثلاث ارباعهم بيكونوا من حدا ضمن العائله، يعني او صاحب العائله او الناطور او يعني حدا قريب، بس ما حدا بيحكي. يعني ما بستغرب انه من 20 يعني نسبه زادت، بس للاسف لانه مجتمعنا بحط الحق على المراه. هلا 20 راحوا قدموا شكوى، المشكله غير المجتمع الذكوري انه ما في محاسبه. لوين بدك تروح؟ بتروح عند الشرطه الدرك بيضحكوا عليك، يعني ما بياخذوك بجديه، فما بتحس حالك انت لو كسرت هذا الشيء اللي انت كثير مزعج بالنسبه لك ومنه هين انك ترفع صوتك، شو بتقابل؟ هلا عم بيطلعوا جمعيات عم بيساعدوا، هذا الشيء كثير منيح، بس ما في محاسبه والدوله مقصره بهذا الموضوع. بموضوع المحاسبه دكتور، يعني
بموضوع المحاسبة حتى الحقيقة الناس ما كتير تزعل إذا كان عم نحكي نحن بجرائم سواء اغتصاب أو تحرش جنسي بالقاصرات أو تحرش جنسي بالأطفال البيدوفيلي اللي هن كل واحد منهم له توصيف معين وفي إحصائيات عنهم. الحقيقة نعمل شغل مع الاتحاد مع اليو ان دي بي مشروع بوغار، أنا كنت مستشار أقليمي معهم وعملنا إحصائيات بتأكد الشيء اللي قلتي حول أنه واحد على ثلاثة بشكل عام، بس المؤشر الخطير فيها أنه 12% سفاح قربة انسست، هذا من قلب العائلة 12% عملية سفاح قربة اللي هيدا الشيء الطبيعي أكثر، لأنه من نتيجة مين بده يوصل للولد طبيعي، بالإضافة اللي قالته الدكتورة هيدا عم بيؤدي إلى سلوكيات انحرافية. الضحية أحيانا عم تتحول من ضحية إلى منحرفة لأنه عم تشعر إما بعقدة ذنب إما بالدونية، أحيانا بتحتقر جسمها بتروح للدعارة بتروح لأي اللي هسبب المجتمع. نحن المجتمع اللبناني ما عنده أي التفات للضحية لحد هلا، غايبة الضحية نهائيا عن 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 موضوع ال وبعدين يعني مثل ما قالت قبل شوي الدكتورة وانت كمان انه ما عم نحكي عن ضحية عم نحكي عن عرض، وكأنه يعني الضحية هو الرجل مش الامرأة اللي تعرضت. بالنسبة للحالة الاغتصاب اللي انعرضت علينا واللي هي مختلفة بالتوصيف القانوني وبالتوصيف بنظرة المجتمع لها عن التحرش الجنسي حتى بمعدلاتها وبتراكمها، الحقيقة يعني أنا أميل إلى الاعتقاد بأنه مجرد احتفاظه ب 25 حقيبة جلدية للمسلوبات كانت التوجه أو غايته هي أنه السلب أكثر ما التحرش الجنسي أو أكثر من الاغتصاب أو ممكن تكون غايته أنه عم يجمع كم ضحية عنده، مثل اللي بيقوصوا عصافير مثلا الصيادين بيصيروا يحطوا كم عصفور، يعني أنه خليني أعلق على مجموعة، يعني خليني أعلق على نقطة كتير مهمة ذكرتها محاسبة مدام لينا لما حكيت عن المحاسبة وبتروح للدرك وبيضحكوا عليك. المؤسف انه نحن بلبنان مش حابين انه نعمل مؤسسات. اكبر دليل انه ما عندنا مركز بحوث جنائيه يعطينا احصائيات رسميه حول هاي الظاهره حتى نقدر نعالجها، لانه ما ممكن نعالجها بدون سياسه عقابيه وسياسه جنائيه مبنيه على احصاء جنائي. بالنسبه لقوى الامن الداخلي الحقيقه اول اقتراح تقدمنا فيه بسنه 93 ورجعنا كررناه سنه 2000 بانشاء قسم خاص لدى، ونحن حتى نعطي طابع تطبيقي وعملي لهالبرنامج. يعني اليوم له حل موضوع الدرك، خلينا عم بعطيك حل خلينا من خلال هذا، وبتمنى انه يتلاحق اعلاميا وانه هذا الموضوع يتاخذ على محمل الجد. نحن اقترحنا انه انشاء قسم خاص لحماية الأسرة ورعاية الطفولة بقوى الأمن الداخلي يكون في ضباط ورتباء من حملة الإجازات بالعلوم الجنائية وعلم الاجتماع وعلم النفس. مش مسموح تروح فتاة مغتصبة قاصرة أو تحرش فيها ويستمعها شخص غير صاحب اختصاص ويتلذذ بتكرار ما تعرضت له وكأنها تتعرض للاغتصاب ثانية وثالثة ورابعة، وهو بيرجع بيعيد السؤال عليها إذا كان حدا من زملائه ما كان موجود بيرجع بيسألها نفس السؤال. هذا إذا ما عم يسجلها الحقيقه هذا مش انتقاد لقوى الامن الداخلي، هذا هو انتقاد للمجتمع اللي ما عم بيلاقي المؤسسات اللي بتهتم بالضحيه. نحن هذا عملنا كل الجهد حتى يطلع القانون العنف الاسري وفي ضمنه نص بيقول انشاء قسم خاص لرعايه الاسره وحمايه الطفوله، انما مثل العاده اهملوا الجزء اللي كنا مقترحينه واللي انا ذكرت يعني باقتراحات. اول اقتراح 93 طلع لرئاسة الحكومه كنت انا بوزاره الداخليه تعريف، والاقتراح الثاني بال2000 كنت مستشار وزير الداخليه ورفعنا اقتراح بس لانه انا الوقت تقريبا عم يخلص استاذي عزار، يعني ككلمه اخيره شو ممكن ينعمل من الاهل فيهم يلاحظوا او يعرفوا اذا حس اذا في شيء غلط مع اولادهم؟ بينتبهوا من سلوكهم، يعني ديجا بيكون الولد شيء بس يتعرض للتحرش شو أول شيء بيتغير؟ يعني بيصير يا اما ديجا بالمدرسه
مثلا بصير ينزوي بيقعد لوحده بيرجعوا علاماته بالبيت بتغير سلوكه بصير كمان لوحده او بصير اجريسيف او بصير شوي عدائي او بيعمل ايام حركات حتى بالبارتي انتين تبعه اذا بيكون الولد بعد منه واعي كفايه بصير يمكن يعمل حركات او يدق بمطارح ما لهم بالعاده يشوفوها دونك في اكيد اكيد لينا انت من خلال يعني الابحاث اللي عملتيها وحكيتينا بالمسرحيه السابقه شو الشيء المشترك بين ضحايا الاغتصاب او التحرش؟ انه بتكمل معك كل حياتك مش شيء يعني بيصير وبتنسي لا بدك يعني لازم تعرف تتعاطى معه لتكمل مرتاح واذا ما عملت هالشيء بيضله براسك وبقلبك وبينخرك بكثير محلات بحياتك يعني اعطيتيني الجائزه الذهبيه نهيتي بهيدي الفكره لانه الاسبوع المقبل رح نكفي بهذا الموضوع من مطرح ما وصلتنا لينا لنحكي عن قصه شاب التزم الصمت ل 30 سنه ولما قرر يحكي من بعد 30 سنه ما لقى الا بقايا رجل عم بيعيش بذكرى اعتداء جنسي، رح نبلش الاسبوع المقبل بهذا الموضوع، شكرا كثير لكم، انا بعد عندي دقيقتين خليني اختم، خليكم مطرح ما انتوا، خليني افوت لجوا. قد ايه عندي دقيقتين؟ شو وضعنا؟ اول شيء الجواب. جواب على السؤال. يلا ربيع لانه بدي اغيره مش كثير تسعة مع المياومين مع قفال الطرقات مع قفال الطرقات 54% ضد و 37% منهم مهتمين بالامر نعم بس انه طلعت 9% لانه كانت 0% قبل الحلقه حسنت شوي تعاطفوا شكلهم تعاطفوا جينا شو وضع تليفوناتنا اليوم شو اكثر شيء يمكن وتيره التليفونات كانت اخف من الحلقات السابقه شو اكثر شيء اخذ شد حبال المياومين اخذ شوية اتصالات والفقره الثانيه كمان اخذت اتصالات شو عم بيقولوا بخصوص ساره وفي حاله كانت لافته عن قصه التحرش في مره تلفنت لنا وما حبت تحكي وكان عندها محبه يعني تطلق صرخه لزوجها انه كان عم بيتحرش باولادها الاربعه فينا نحكي بهذا الموضوع جمعة الجاي طبعا انا اخذت رقمه وكل شيء نعم تويتر شيء ترندينج ترندينج اليوم بموضوع بثنين هاشتاجز اللي هن شو حسيت برقم واحد بلبنان ورقم ثلاثه هاشتاج بلا طول سيره بلا طول سيره اطلقوا اليوم يعني على الساعه 9 انا بدي اشكر شو ببالك يعني كل شيء فيكم تفتشوا عليهم بدي اشكر كل العالم اللي ساعدونا ل يعني نعمل ترندينج شو حسيت يعني ما حقدر اتخطى الموضوع وبلا طول سيره شكرا لكم فردا خليتوا هيدا الشيء يصير ترندينج بلبنان دارجه بهالايام ونحن كمان عنا ترندينج نحن دارجين هالايام كمان دارج شكل نحن نرجع الاسبوع المقبل للقاء